الحقيقة طبيعة فيها، وتنظن بأن أي فنان ما يمكن له إلا يكون حاضر في أي حاجة اللي كتهم يعني العلاقات الإنسانية أو يساعد الناس، أو يعني هذه أقل ما يمكن له، ما يمكن للفنان يقدمه، لأن الفن رسالة نبيلة. وأكيد أن حتى الفن ديالنا خصنا نسخروه في المسائل الاجتماعية، وهذا الشيء أنا كنديره من قلب قلبي، وهذا الشيء هو اللي كيزيد يعطيني القوة وباش نزيد نعطي أكثر. وعلى فكرة هذا الشيء ربيته حتى في بنتي كيف ما ربى فيها والديا، يعني ملي كتكون أي حاجة إنسانية وإلا كان واضب على أنها تكون معي بنتي فيها، وكذلك عائلتي الصغيرة، لأن هذا يعني بالنسبة لي شيء طبيعي. عندنا واحد المثل كنقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة، أنا غنقول وراء كل طفل عظيم أم وأب كذلك. فكيف ما شفنا اليوم سوبر زيزو المسرحية ديالو كانت أكثر من رائعة. وعلى فكرة أنا كنتلقى مع العائلة ديال زيزو، كنشوف الأم يعني العائلة الصغيرة وديك شي، فكيفاش كنشوف الأم اللي هي رئيسة جمعية تيانيس، كيفاش كنشوفها كتعامل مع الوليدات ديالها على أنهم طبيعيين. وهذا الشيء اللي بغيت نوصل للناس، واخا يكونوا أطفال اللي ذوي الاحتياجات الخاصة، فخصنا نعاملهم أنهم طبيعيين لأنهم كيستاهلوا منا ذاك الحب والحنان، وكذلك نعطيهم ذاك الطموح ونشجعوهم لا موتيفاسيون، نشجعوهم إلا بغاو يديروا شي حاجة نشجعوهم. فإلا حضرنا لهذه المسرحية اليوم وشفناها بهذا الشكل هذا، فتراجع لي بارون ديال زيزو كنقول لهم برافو تبارك الله عليكم، انتم مفخرة لجميع الأسر المغربية. اكيد كاين دابا حنا في الصيف وكاين عدة حفلات، وكذلك كنوجد واحد الجديد ان شاء الله اللي غتشوفوه قريب في الغناء، ومن بعد ان شاء الله غتشوفوا فاطمة الزرعاوي في دور اخر في التمثيل. فكنتمنى انني دائما نكون عند حسن ظن الجمهور، وكنحاول انني دائما نشتغل ونعطي كل ما في جهدي باش نعطي شي حاجه اللي تليق بالجمهور ديالي. اللي غادي نقول لك هو دور مختلف على الادوار السابقه، واحد الشخصيه اللي حبيتها، واحد الشخصيه جميله بزاف، فخليها مفاجاه. كنحيي كاع الناس اللي كتابع اخباري وجديدي على موقع سلطانه، كنقول لكم كنحبكم وكنموت عليكم، وتسناو دائما الجديد ديالي على سلطانه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.